بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في فصل شروط الجمعة: وأوجب شيخ الإسلام وغيره حمد الله والثناء عليه والشهادتين والموعظة في الخطبة. وقال ابن القيم في خصائص الجمعة: الخطبة التي يقصد الثناء على الله، التي يقصد بها الثناء على الله وتمجيده بالشهادة له بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وتذكير العباد بأيامه وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جناته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة، فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع لها. قول المؤلف رحمه الله تعالى في فصل خطبة الجمعة: وأوجب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره حمد الله والثناء عليه والشهادتين والموعظة بالخطبة. هذه أمور تجب في خطبة الجمعة. فلو أن الخاطب للجمعة قام وتفسر سورة قاف أو غيرها من السور ولم يأتي بالحمد والثناء على الله، أو أنه ذكر حكم سجود السهو، أو ذكر الصلاة وحدها، أو نحو ذلك من الأحكام الفقهية، فإنها لا تجزئ خطبته حينئذ، حتى ولو اقتصر على الحكم الشرعي في أمر من الأمور، لأنه لا بد لهذه الخطبة أن تكون مشتملة على الحمد لله جل وعلا والثناء عليه بما هو أهل، وذلك بأن يقول الحمد لله رب العالمين والشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والموعظة بالخطبة وغير ذلك. الموعظة يعظ الناس، يخبرهم عن أيام الله الذي انتقم بها من الظالمين، ويخبرهم بأيام رحمته التي نصر فيها عباده وأولياءه، يكون فيها عظة وعبرة لتفعل المأمور وليجتنب المحظور. يدعو الناس إلى العمل للجنة ويحذرهم من العمل في النار، ويحذرهم من النار للعمل لها. نعم. وله عنه أي ولمسلم عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله أي للإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه، لأن الحديث الذي قبل هذا في صحيح مسلم وروي عن جابر، فيكفي أن يقول وله عنهما أو وله عنها أو وله عنه. نعم. وله عنه أي ولمسلم عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية، وفي لفظ يقرأ القرآن، وله
وله عن أم هاشم بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ويحتمل أنها أخذتها. وله أي لمسلم رحمه الله عنه عن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية وفي لفظ يقرأ القرآن يقرأ آية من كتاب الله إذا خطب الجمعة. فيفهم من هذا وجوب قراءة آية فأكثر من صلاة الجمعة وخطبتها لقول أم بنت الحارث بن النعمان. أم هشام بنت الحارث بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الهدف من قراءة القرآن، أن المرأة الخطيب يقرأ آية أو آيتين أو ثلاث آيات من كتاب الله ليحفظها الحاضرون. فهذه المرأة لم تلتق بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأخذ عنه هذه الآيات، وإنما أخذتها عنه في سماعها لخطبة الجمعة. وقولها قاف ما يلزم أن تكون أخذت كل السورة، وإنما أخذت السورة بعضها في خطبة كذا وبعضها في خطبة كذا وبعضها في خطبة كذا. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يقسم آيات السورة على خطبة الجمعة ليحفظها الحاضرون. وله عن أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها عن ابن النعمان قالت: ما أخذت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر. ما يلزم أن يقرأ السورة كاملة، وإنما يقرأ شيئا من السورة هذه الجمعة ثم يقرأ البقية في الجمعة الثانية والثالثة وهكذا إذا خطب الناس. نعم. وله عن أي ولمسلم عن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية وفي لفظ يقرأ القرآن. وله عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس. ويحتمل أنها أخذتها آية آية أو آيات، لأن قراءتها بتمامها مع غيرها من الحمد والثناء والتشهد والوعظ وغير ذلك يعارض حثه على قصر الخطبة. ولأبي داود: ويقرأ آيات من القرآن، ولهما: ونادوا يا مالك، وروي غير ذلك. يعني أنه كان يقرأ آيات من القرآن سواء من سورة قاف أو من غيرها، ويقرأ قوله تعالى: ونادوا أهل النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وفيه وغيره دليل على مشروعية قراءة آية أو آيات من سورة في الخطبة وكل جمعة، وأجمعوا على ذلك، والظاهر كلام أحمد وغيره. ولا يشترط ويحتمل أن لا يجب سوى حمد الله والموعظة، لأنه يسمى خطبة وما عداه ليس على اشتراطه دليل. ويذكر الناس
آلاء الله ونعمه ويوصيهم بتقوى الله وطاعته. قال شيخ الإسلام وغيره: لا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، لأنه لا بد من اسم الخطبة عرفا بما يحرك القلوب ويبعث بها إلى الخير. قال الزركشي وغيره: أركان الخطبة حمد الله والثناء عليه، والشهادتان، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة والموعظة. هكذا ينبغي أن تجتمع الخطبة على قراءة شيء من القرآن، ولو كرر هذه الآية أو الآيات في عدد من الخطب مثلا، وهكذا فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ شيئا من القرآن ليحفظه السامعون من رجال ونساء. وفي رواية عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، أي اشتد احمرارها. هذا في صفة الخاطب الذي يخطب، ماذا ينبغي أن يكون عليه؟ هل يخطبها بلطافة وسهولة، أم ينفعل معها وتحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم؟ هكذا ينبغي للخطيب أن يتفاعل مع الخطبة ويأتي بها بصفتها التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الرجل يدرس مثلا آية أو سورة أو كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تختلف الحال عن أن يخطب بهذا الأمر. فالخطبة تستدعي من الرجل أن ينفعل معها ويتجاوب، علشان يحضر السامعون أذهانهم وينتبهون. وفي رواية عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه، أي اشتد احمرارها، اهتماما بشأن الموعظة، وعلى صوته، أي ارتفع جدا، فينبغي رفع الصوت قدر الإمكان. ولذلك استحب المنبر لأنه أبلغ في الاسماع، واشتد غضبه لإنذاره الأمور العظام وتحذيره الخطوبة والجسام وتحذيره الخطوبة. اشتد غضبه يعني كأنه غضبان، وهو منذر الناس ويخوفهم من العذاب، فكأن العذاب يكاد أن يحل بهم ويرقبهم في الجنة، حتى كأن الجنة بين أيديهم الآن، يريدون أن يدخلوها. واشتد غضبه لإنذاره الأمور العظام وتحذيره الخطوب الجسام، واحمرت وجنتاه حتى كأنه منذر جيش، أي معلم ومخوف ومحذر بما قد دهم من العدو، يقول: أي منذر الجيش صبحكم، يعني الجيش، ومساكم، أي أتاكم العدو وقت الصباح أو وقت المساء. ويأتي بجوامع الكلم من الترغيب. الخاطب ينبغي أن يكون منفعل مع الخطبة، ما يكون يلقيها بسهولة ولطافة، وإنما يكون منفعل، حتى كأنه منذر جيش. منذر الجيش يأتي ويصرخ بأعلى صوته: صبحكم الجيش، أو مساكم الجيش، أو أظنه يصل إليكم قبل أن أنهي خطبتي هذه. وهكذا من كلامه الذي يدل عليه تغير الصوت واشتداده ونذارته، لأن الغرض من هذه الخطبة النذارة والموعظة، والموعظة تحصل بذلك. منذر الجيش يخبر، يقول: إن الجيش قريب، جيش العدو، أنه يصبحكم إذا كانوا في أول الليل أو كانوا في أول النهار، يقول: يأتيكم الجيش قبل المساء،
فاستعدوا له. كأنه يعني مثل منذر الجيش، وإلا فإنه لا ينذر جيشا الخطبة. ويفخم أمر الخطبة لأنه أوقع في النفوس وأبلغ في الوعظ، وينبغي أن يكون متعظا بما يعظ به ليحصل الانتفاع، يعني يكون متعظ بما يأمر به وينهى عنه. يعني إذا وعظ بالابتعاد عن المعاصي يكون بعيد عنهن، إذا وعظ بالجد والاجتهاد في الطاعات يكون كذلك، إذا وعظ في صيام يكون صائما، إذا وعظ في قيام يكون قائما، إذا كان يعظ بشيء ما فيكون كأنه محذر من هذا الشيء ومخوفه. ويقول: أما بعد، والرواية الثانية: يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك، أي قوله أما بعد وقد علا صوته. أما بعد، أيها الناس، أما بعد، هذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى موضوع، كأنه في أول الأمر يثني على الله جل وعلا بما هو أهله، ثم يقول أما بعد فاعلموا كذا أيها الناس. والإتيان بأما بعد رواها نحو من 30 صحابي، وكان يلازمها في جميع خطبه بعد حمد الله والثناء والتشهد. فإن خير الحديث أي ما يتحدث به كتاب الله فيه الهدى والنور، وخير الهدي بفتح الهاء أي أحسن الطريق هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أي طريقه. وعلى رواية الضم معناها الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. فإن خير الهدي، خير ما يهدى إليه المرء هدي الله، والهدي هدي الله يشمل الدلالة والإرشاد ويشمل التوفيق والإلهام، يشمل الأمرين. وهدي محمد صلى الله عليه وسلم يشمل الدلالة والإرشاد فقط، ولذا جاءت الهداية من الله جل وعلا في كتابه للرسل مبينة لذلك. فالله جل وعلا يهدي من يشاء، يدل ويرشد ويوفق ويلهم، والرسل عليهم الصلاة والسلام يهدون الدلالة والإرشاد، وأما دلالة التوفيق والإلهام فهذه نفاها الله جل وعلا عن عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنجد أن الهداية في آية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآية الأخرى منفية، فما المراد بالمثبتة وما المراد بالمنفية؟ في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرص كل الحرص على هداية عمه أبي طالب فلم يهتدي، لأن الهداية هداية التوفيق والإلهام، هذه ليست للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، فمن أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يدله وأن يلهمه الصواب. وأثبت الهداية في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم،
فكيف ينفيها جل وعلا عن عبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم ويثبتها له في آية أخرى؟ هل في هذا تناقض؟ تعالى الله عما يقول الظالمون، هذا مؤكد وهذا لكل آية مفهوم ودليل. إنك لا تهدي من أحببت لا توفق ولا تلهم الصواب لمن أحببته، في قول إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم أثبت له جل وعلا الهداية، وهي هداية الدلالة والإرشاد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يهدي يوفق، لا ما يوفق، يهدي يدل ويرشد. نعم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني توفق من شئت إلى صراط مستقيم، لا ما يستطيع التوفيق، وإنما التوفيق بيد من؟ بيد الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت، لا تدل ولا ترشد، لا، إنك لا تهدي من أحببت، فهو عليه الصلاة والسلام يحب أبا طالب ويحب بعض صناديد قريش وكبرائهم ويريد هدايتهم، فهل يستطيع ذلك؟ لا ما يستطيع. إنك لا تهدي من أحببت، لكن هداية الدلالة والإرشاد هل يملكها صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فنفرق بين نوعي الهداية، هذا يتضح لنا الأمر جليا واضحا. إن خير الحديث كتاب الله، أفضل كلام وأصدقه وأفضله وأحسنه كلام الله جل وعلا، كذلك الهدي والدلالة والإرشاد، أفضل من يدل على الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي بفتح الهاء أي أحسن الطريق، هدي محمد صلى الله عليه وسلم أي طريقه، وعلى رواية الضم معناه الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل وإلى القرآن. وشر الأمور واحدها أمر، أي وشر الشؤون أو الأشياء محدثاتها، والمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله، وذلك هو البدعة، وكل بدعة ضلالة. والبدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور أي أمر من الأمور، شره المحدث البدعة، وأما ما لم يكن محدثا فهو مقبول، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مقبول، وإذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو محدث أي بدعة، والبدعة ضلالة. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. البدعة ليس بها خير، وهي إيجاد شيء لم يكن معروفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عند الصحابة رضي الله عنهم، مثل احتفال مولده صلى الله عليه وسلم، هذا نسميه بدعة أو سنة؟ احتفال مولده بدعة، لأن نسأل نقول هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم مولده؟ لا والله. هل احتفل أبو بكر رضي الله عنه؟ هل احتفل عمر؟ لا، كلهم لم يحتفلوا. إذن فالاحتفال الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم بدعة،
والبدعة ضلالة. يأتينا قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. هل في البدعة شيء طيب؟ لا. إذن ما هي البدعة التي أشار إليها عمر رضي الله عنه؟ دخل المسجد رضي الله عنه، عمر دخل المسجد فوجدهم يصلون فئات وطوائف، هذا معه خمسة، هذا معه سبعة، هذا معه عشرة، يصلون كل لحاله. فنظر فيهم فقال: لو جمعنا هؤلاء على إمام واحد. فجمعهم رضي الله عنه على أبي بن كعب، جمعهم وجعلهم يصلون خلف إمام واحد. فدخل المسجد بعد يومين أو ثلاثة ووجد كل الصف يصلون بإمام واحد، فقال: نعمة البدعة هذه. هل هذه بدعة شرعية أو بدعة لغوية؟ بدعة لغوية، لأنها لم تكن محدثة، إنما كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في رمضان، علم الناس بعض الناس أن الرسول يصلي في حجرته فصلوا معه يصلون بصلاته رضي الله عنهم، يعني يشاهدونه ويركع ويسجد، فقالوا: نصلي معه. فلما كان من الغد تعالم الناس بهذا فكثروا وجاء المصلون. فلما كان اليوم الثالث أو الرابع لم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وخرج إليهم لصلاة الفجر. بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام أراد أن يطمئن الناس في سبب تأخره عنهم، فقال: أما بعد فإنه لم يخف علي مقامكم، ما خفي عليكم علي، أنا أسمعكم وأشوفكم تنتظرون، لكني خشيت أن تكتب عليكم فتعجزوا عنها. فترك الخروج إليهم خشي أن يفترض قيام الليل على الناس، وفرض بالنسبة في حقه صلى الله عليه وسلم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقيام الليل نافلة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أي واجب عليه وحده، وأما سائر الأمة فلا يجب عليهم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، انتهى التشريع، تم التشريع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هل يخشى أن يفرض على الناس قيام الليل؟ لا، خلاص انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم ومات، فلا يخشى ذلك. كقول عمر رضي الله عنه: إننا ما استأنسنا بزوجاتنا حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان الصحابي رضي الله عنه يخشى إذا استأنس مع زوجته في أمر من الأمور أن يأتي المنع في ذلك، فيخشى أن يمنع من ذلك، فترك الأمر. فلما مات صلى الله عليه وسلم وعلم أنه لا تشريع بعد هذا، قال عليه الصلاة: فعلوا ما أرادوا مع زوجاتهم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يترك الشيء وهو يحب أن يفعله خشية أن يفرض على العباد. فلما مات عليه الصلاة والسلام قام الصحابة رضي الله عنهم
بفعل الأشياء التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ولم يخشوا فرضية. ما أحد يخشى أن يفرض عليه قيام الليل، وإنما قيام الليل مرغب فيه. فقال نعمة البدعة هذه، يعني بدعة وجدناها بعد أن كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنها لا تعتبر بدعة شرعية، لأنه عليه الصلاة والسلام قد شرع هذه لكن ترك القيام. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل ما اهتدى الناس وعمل الناس هو بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والبدعة لا يخلو إن كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها فلا تعتبر بدعة، أما إذا كانت غير موجودة فهي تعتبر بدعة، وكل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ما استثنى شيء. فعلينا أيها الإخوة أن نميز بين هذه وهذه، أن البدعة التي يعمل بها الرسول صلى الله عليه وسلم ما تعتبر بدعة شرعية، وإنما إذا استحدثت على غير مثال سبق فتكون بدعة وتكون ضلالة. وشر الأمور واحدها أمر، أي وشر الشؤون أو الأشياء محدثاتها، والمحدثات ما لم يكن ثابتا بشرع من الله ولا من رسوله، وذلك هو البدعة. وكل بدعة ضلالة، والبدعة لغة ما عمل على قد تأتي البدعة في الصلاة، وقد تأتي البدعة في الصيام، وقد تأتي البدعة في الحج، وهكذا. كل بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي ضلالة. لو رأينا شخصا يدخل المسجد فإذا وصل إلى الصف كبر سنة تحية المسجد، نقول له أحسنت يا أخي، هذا الواجب عليك. هذا الآخر دخل المسجد فأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال قليلا وكبر يصلي ركعتين، نقول له يا أخي هذا تشريع من عندك، لما تندم؟ وهكذا أي عمل يعمله العبد ينظر أكان له مثيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى العين والرأس، أم لكن له مثيل فلا، فيرد على صاحبه. وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها. شر الأمور أي أمر من الأمور، العبادة، العبادة لله تبارك وتعالى البدعة المحدثة. أما العادة التي يفعلها الناس كعادة ليست كعبادة فلا بأس عليهم، يقدمونها ويؤخرونها. إيضاح هذا مثلا، الناس كانوا قبل يتغدون مع طلوع الشمس، يقول الحجاج رسولي إليكم الشمس إذا طلعت فالموا للغداء، وإذا غربت فالموا للعشاء. كان كريم يبذل العشاء والغداء للمسلمين عموما، ومات وما احتفظ بشيء من المال، ما خلف شيء من المال. هذه من محاسن الحجاج، أنه ما كان يحتفظ لنفسه بشيء من المال،
بل ما يأتيه من المال يبذله للمسلمين. يقول رسولي إليكم الشمس، فإذا طلعت الشمس تعالوا للغداء، فإذا غربت فهلموا للعشاء. كان غدا الناس عند طلوع الشمس أول، ثم صار ضحى، ثم صار قبل الظهر، ثم صار بعد الظهر، ثم صار الساعة 8 بعد الزوال، الساعة 8 على الغداء، الغداء الساعة 8 أو 3 أو كذا. هذه بدعة يعني، لكن ما هي بدعة شرعية، ما فيها إثم. العشاء كان الناس يتعشون، خابرهم أنا، يتعشون بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر يجتمعون يتعشون، خاصة لو صار فيها عرس أو نحو ذلك. ثم صار قبل المغرب بساعة، ثم أخروا العشاء إلى بعد صلاة المغرب، ثم أخروا العشاء إلى بعد صلاة العشاء، ثم أخروا العشاء إلى منتصف الليل، ثم أخروه إلى السحر أحيانا. يتعشون السحر لما؟ هذه عادة، كيفهم يعملون فيها ماشي. هل يعتبر هذا بدعة؟ بدعة، لكن هل يعثم بهذا؟ لا. دعانا واحد من الإخوان بعد صلاة العشاء في أيام الست من شوال صيام، فذهبنا إليه بعد صلاة العشاء مباشرة وقلنا أن كنا صيفنا اللي صلي بالحرم يا الله يا الحق، فصلينا بالحرم وانتظرنا ما جاء أحد. وين الناس؟ توهم متى يأتون؟ ما جاء أحد، ما جاء لا المعذب ولا غيره، حتى المعذب اللي باشر الناس ويهليبهم ويرحب ما جاء. وين الناس؟ ما جاءوا، ما جاء المعذب إلا الساعة 12، وبدأوا يأتون الناس شوي شوي. شو العلم؟ قال هذا العشاء سدى. هذا ضرر، لكنها ما هي بشرعية، ما يقال آثم أو لا. لو قال تعالى ولمي بعد صلاة الفجر عشيكم أو قبل صلاة الفجر، من حقه ذلك لا بأس، ما يأثم. لكن إذا أخر الناس يقول أبو محمد وين العشاء؟ احنا متعزمين عزمنا على العشاء، وحنا مصايمين ونبي نصوم إن شاء الله الباشر نقدر. قال هالحين هالحين، قلتوا قلتوا قبل الفجر بقليل، يا رمضان نغسل ونلزم ونصوم من قبل بعد صلاة العصر مباشرة إلى كانت في آخر الليل. هذه عادة ما يخالف، تقدم وتأخر. لكن صلاة الفجر تقدم قبل الفجر ما يجوز، تؤخر بعد الفجر نعم في خلال الوقت، تؤخر بعد طلوع الشمس لا، لا يجوز، هذه بدعة. وهكذا العبادات فتقديمها وتأخيرها في حدود الشرع، ولا يجوز العبث بها. وكل بدعة ضلالة، والبدعة لغة ما عمل على غير مثال سابق. والمراد هنا ما في اللغة يعني تعريف البدعة ما عملت على غير مثال سابق، ما عملت على غير مثال سابق هذه بدعة. والمراد هنا ما عمل من دون أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة، وهذا كقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فكل بدعة ليست مما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا يعني في ديننا أو شرعنا ما ليس منه فهو رد،
يعني مردود عليه غير مقبول. فكل بدعة ليست مما أمر الله به ورسوله صغيرة كانت أو كبيرة فهي ضلالة باتفاق أهل العلم بالشرع المطهر. حتى لو كانت يسيرة ما يقال هذه يسيرة هذه سهلة. كل بدعة كل من ألفاظ العموم ضلالة، والضلالة تحصل بكل ما خالف الشرع سواء كانت سهلة أو طويلة أو قصيرة أو كبيرة. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فلا مضل له، ما أحد يستطيع ضلال من هدى الله جل وعلا، من هداه الله جل وعلا ما يستطيع أحد أن يضله. ومن يضلل فلا هادي له، يعني من يرد الله ضلاله فلا يستطيع أحد أن يهديه، لا الرسول ولا غيره. فأبو طالب أراد الله جل وعلا منه الإضلال، فلم يستطع الرسول ولا غيره أن يهديه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم خطب متنوعة يعلم الناس قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم ويحثهم على الطاعة وينهاهم عن المعاصي. وخطبه صلى الله عليه وسلم متنوعة، في أيام الحج يبين للناس حجهم، في أيام رمضان يبين للناس صيامهم، في الأيام العادية يبين للناس صلاتهم وأحكامها، وهكذا كان يبين الأحكام صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن القيم وغيره أن خطبه صلى الله عليه وسلم إنما كانت تقريرا لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته وما أعد لأعدائه وأهل معصيته ودعوة إلى الله وتذكيرا بآلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه. تحببه إلى خلقه دعوة إلى آلاء الله، مثل نصره جل وعلا للمسلمين في يوم بدر. هذا المسلمون في يوم بدر قلة، وأول معركة قامت بين المسلمين والكفار، ونصر الله جل وعلا 310 على 1000 وزيادة، 1000 معهم الإبل والخيل والركوب والأطعمة، و 311 ما معهم طعام ولا شراب ولا أكل ولا عندهم شيء، بل فقراء ولا يركبون رواحل ولا غيرها، ومع ذلك نصرهم الله وأيدهم. وجاء الرجل إلى القوم فيأسر ويقيد ويمسك على كيفه بتأييد الله جل وعلا. يوم هيا واحد من المسلمين قال: كيف تهنوننا؟ ما شفنا أحد، ما جانا إلا عجائز، جانا عجائز. ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أولئك القوم يعرفهم أبو جهل وغيرهم من صناديد قريش. الواحد ينطح المجموعة، ينطح المجموعة ما فيه بلاء، لكن الله جل وعلا أذلهم وجعله يمد يديه للمسلم، يقول: أسرني ولا تقتلني، أسرني ولا تقتلني. فيأسره المسلم يربطه. لما جاء العباس رضي الله عنه وكان مع المشركين إلى واحد من الصحابة رضي الله عنهم قال له: مد يديك وربطه. مشاه قال يوم شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنت أسرته؟ أسر واحد قصير القامة ضعيف، والعباس كنت ترفع راسك لا بغيت تسلم عليه، طويل هامة رضي الله عنه. قال: أعانني الله عليه. قال: يا رسول الله ما هذا الذي أسرني، وإنما أسرني رجل
لا أراه فيكم الآن، هذا ملك من الملائكة، ملك من الملائكة هيب على رسول العباس ومد يديه، ولا لو الند هذا تم طرف صابعه لخه مشاوخ الله. تأييد الله جل وعلا لعبده ورسوله كما أيد الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي، أعرابي جايب إبل وباعهم بمكة على من؟ على أبي جهل، باعهن على أبي جهل من تجار مكة، أبو جهل أبي حقه يبي حقه ما عطاه. جاء المجمع من مجامع قريش قال يا جماعة أنا فقير مسكين جايب إبل هي رأس مالي وبعتها على رجل منكم فساعدوني على إعطاء حقي، من صاحبك؟ أبو له أبو جهل. قال لا، قال هذا ما حد يدرب حوله، لكن شوف ذاك اللي جاز هناك رح لمه لعله يقوم معك يعطيك حقك. يستهزون به، يبون يروح للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول ما له يد على أبي جهل ولا يقدر يقول له شيء. فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى الحال إليه وقال يا رسول الله هذا الرجل اشترى مني إبلي وأبى يعطينا قيمة، ودي تقوم معي تقول له. قسم قام مع الرسول عليه الصلاة والسلام، كفار قريش يتفرجون يضحكون يقولون قام معه محمد، محمد ما له سنة. فطرق الباب فجاء أبو جهل قال نعم نعم، قال أعطى الرجل حقه، قال سم سم هالحين هالحين لحظة، راح يركض وجاب الدراهم وعطاني إياه وراح. طلع أبو جهل راح لمجامع كفار قريش قال ويشون يوم جاك محمد أعطيته الرجل حقه؟ قال ما تدرون جان وفوق رأسه جمل هامة يريد يقبضني لو أنت معت، لكني أعطيته حقه فداء لنفسي حفظا لنفسي، ما يشوفه ما شافوه ولا شافوا معاهد الرسول عليه، لكن الله جل وعلا أرسل معه جبريل فهاب أبو لها أبو جهل هاب هيبة شديدة وأسرع في إعطاء الرجل حقه. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأتي الكفار قريش ويتحدث معهم ولا يستطيع منهم أحد أن يرد عليه إذا أراد الله شيئا شيئا. فهذه أيام الله جل وعلا في نصر أوليائه وخذلان أعدائه، تخوف الكافر وغيره. وقصص الحياة كثيرة التي حصلت بين الصحابة رضي الله عنهم وبين كفار قريش. وذكر ابن القيم وغيره أن خطبه صلى الله عليه وسلم إنما كانت تقريرا لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار وما أعد الله لأولي يقرأ في الركعة الأولى من آخر البقرة وفي الثانية من بدايتها. يجوز هذا والحمد لله، إذا قرأ آية أو آيتين من آخر البقرة وقرأ في الركعة الأولى من أولها فلا بأس بذلك. يقول السائل أنا شاب تزوجت منذ سنتين ونصف قبل الزواج، وعدت زوجتي بألا أعدد، ثم ظهر لي الآن التعدد وهي الآن رافضة للوعد الذي بيننا قبل الزواج، فما حكم الشرع في هذا؟ إذا كان اشتراط منك منها لعليك، قالت أقبل زواجك بشرط لا تعدد، هذا شرط يجب عليك أن توفي به أو تطلقها. وأما إذا كان وعد مجرد وعد بعدما تزوجت قلت من حقس علي ألا أعدد، فهذا راجع إليك، إن شئت أن تفي بوعدك وإن شئت أن لا تفي فلا بأس. يقول السائل هل تكون البدعة في العبادات الشرعية كالصلاة والحج والزكاة وغيرها؟ نعم، البدعة تكون في العبادات في الصلاة والصيام والزكاة والحج
وغيرها، كل بدعة ضلالة، سواء كانت في الصلاة أو في الزكاة أو في الصيام أو في الحج أو في غيره. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم.